أخرى أشرفت كذلك وزيرة الثقافة والفنون وفاء شعلان مساء أمس الخميس بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح. أشرفت على إطلاق عرض جذور الفنية الذي تقدمه فرقة بالي أوبرا الجزائر بوعلام بسايح بالإضافة إلى فرقة أهاليل. العرض حضره مجموعة من الدبلوماسيين والوزراء وكذا سفراء الدول، وقد تطرق إلى تاريخ الجزائر وماضيها على شكل لوحات فنية مبهرة وملهمة تحاكي الحضور الجزائري منذ القدم برد راقي وفني على كل من تسول له نفسه التشكيك في تاريخ هذا البلد وحضارته. التغطية كانت لعبد الرحيم منمري. هذا العرض في الأوبرا هو استمرار لافتتاح السنة الثقافية الذي سطرنا له برنامجا ثريا طيلة السنة، ونأمل أنه لن ينقطع وأنه يستمر لعودة الثقافة بقوة. اخترنا العرض أن يسمى بعرض جذور، وهذا أولا بمناسبة افتتاح المعرض الثقافي الإفريقي الذي دشن في الباردو. هو من أحد أعرق المتاحف الجزائرية الذي يمتلك ممتلكات ثقافية غنية ونادرة، وهذا لنقول أننا نحن مهد الحضارة وأننا ثاني حضارة إنسانية بعد إثيوبيا. نحمد الله ونشكره على هذا الذي يقول لله العودة هذه إن شاء الله. نطلب ربي إن شاء الله الله يرفع علينا هذا الشيء ونزيد إن شاء الله نستمر يعني شبابنا وبلادنا إن شاء الله في الخير، وهذا المعرض إن شاء الله الله يجعله خير. عرض جذور يمثل عاداتنا وتقاليدنا هويتنا، مجموعة من الرقصات اللي معروفة في الجزائر منها رقص الشاوي القبائلي تندوف ترقي.